أنا سعيدة بمشاركة ديالي في هذا ليفينمون. هدى بلدي بروفيت لوكازيون باش حطيت لا كوليكسيون دو رمضان 2019. لا كوليكسيون ديالي متنوعة، موجدة جلال مخزنيين لي دو بيس اون كريب دو سوا افيك خدمة المعلم، افيك الراندا بالسقلي، افيك الراندا بلي كولور، و لي جلابة سبور. كوم كوا دابا لي طوندونس اون لي جلابة سبور كون بو بورتي فاسيلمون افيك لي جين، افيك دي شوز فاسيل. تلقيت دعوه من عند مجله موضه لحضور هذا الحدث، يعني حدث جميل فيه الصناعه التقليديه، فيه جميع ما يمت بصله للمغرب ديالنا. جد سعيده، يعني تصاميم جد رائعه من عند مبدعين، يعني داكشي غزال. الميدان ديالي هي الخياطات الباس التقليدي وبالاخص جلال، كنخدم على جلال بزاف. هذه مده ديال تقريبا ديال 15 عام وانا كنخدم في هذا الميدان. هذا كتعجبني الخياطه البلديه، كنبغي نبتكر شي حاجه اللي ديالي انا. على حسب القدوم ديال شهر رمضان ان شاء الله، جليلبات اللي ممكن تلبسها الموظفه تمشي بها الخدمه، فهمتي، ستيل داخل فيه الرومي بلدي وداخل فيه الرومي اللي ممكن السيده تلبسها وتمشي بها الخدمه وتكون مرتاحه.